هنروح نتابع اخبار اهم الاخبار والاحداث اللي تحصل النهارده، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في دور 16 من كاس رابطه المصريه. كمان بعد ما نشوف الاخبار اللي هتحصل النهارده نرجع نعرف بقى من دينا الطقس بتاع النهارده. كمان بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فأعلن معهد البحوث الفلكية إنه النهاردة هيبدأ فصل الربيع رسمياً وهيمتد 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة. النهاردة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أعلنت انقطاع المياه عن مناطق أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة وبولاء الدكرور من ترعة المجنونة حتى كوبري ثروت، وده من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 8 بكرة صباحاً. النهاردة ولعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الدور الـ16 لكأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة. هيلتقي غزل المحلة مع الإسماعيلي الساعة 4 العصر، والاتحاد السكندري مع فاركو الساعة 7 بالليل. النهاردة وفقاً لما أعلن عنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، هتسافر بعثة السيلساو إلى مدينة طنجة لمواجهة المنتخب المغربي ودياً يوم 25 مارس الجاري.